مشاهدي قناة شوف تي في، مساء النور عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. اللي هذه جولة ليلية نتكلموا على تراجع عدد الإصابات في العاصمة الإسماعيلية، ورغم ذلك نشوفوا أنه كاين نقاط المراقبة كتواجد في المدخل والمخرج ديال وسط المدينة، يعني باقي الإجراءات كما هي وما خصناش نساو على أن الفيروس راه باقي معنا وعلى أن الوباء راه باقي معنا مزيد من الحيطة والحذر. إذا هذه الأجواء الليلية مشاهدي قناة شوف تي في بالعاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. احنا الآن في طريق رابطة بين مكناس وويسلان. الحمد لله شفنا أنه كاين تراجع ملحوظ في عدد الإصابات في مدينة مكناس أو العاصمة الإسماعيلية، وهذا طبعا الفضل كيرجع للساكن ديال مكناس لأنها وعات بأن الفيروس الحل الوحيد هو أننا نتبعوا الإجراءات اللي معمول بها في انتظار أننا نتوصلوا بالتلقيح اللي إن شاء الله في قريب بل عاجل نستفدوا منه جميعا، ونتمناو يكون خير بشرة خير على المغاربة وعلى العالم على البشرية جمعاء. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، احنا الآن كنتواجدوا في واحد الطريق اللي هي معروفة وكل مكانسة غادي يعرفوها، الطريق الملقب بطريق الموت هنا بمدينة مكناس اللي هي طريقة ديال ويسلان. فهذه فرصة نوجهوا رسالة لكل مكناسيين وكل الضيوف اللي كيجيو عندنا لمكناس، مزيد من الحيطة والحذر في هذه الطريقة هذه اللي دائما كنشوفوها كتحصد أرواح ودائما كنشوفوها كتوقع فيها حوادث السير. فالمشكل ماشي في الطريق، المشكل في السائق، لأن هذه الطريقة هذه صعيبة وخاصنا نمشيو غير بشوية. ف بهذه المناسبة غادي نقول تحية لكل مستمعين الطريق والمزيد من الحيطة والحذر. إذا نرجع للموضوع أنه هو تراجع في عدد الإصابات في العاصمة الإسماعيلية. اليوم كانوا جوج ديال الوفيات، وبهذه المناسبة غادي نتمنوا الرحمة لكل مصابي فيروس، كل شهداء فيروس كورونا. وكذلك تسجلت مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية سجلت 13 حالة هذا اليوم، رغم ذلك فاحنا كنقولوا أنه كاين تراجع، لأنه في الأيام السابقة كنا كنشوفوا 25 30 70، فالحمد لله الآن كنشوفوا 9 12 13، يعني أرقام اللي هي على العموم كتعتبر أرقام اللي هي بشرة خير على كل مكانسة وكل المغاربة. ونتمنوا أننا نحتفيو جميعا بصفر الحالة في المغرب، ماشي غير في مدينة مكناس كيف ما سبق واحتفينا بها جميعا. وحنا الآن أمام باراج ديال رجال الأمن الوطني اللي باقيين كيشددوا على ارتداء الكمامة، ويتعتبر الشخص اللي ما دايرش الكمامة مخالف للقانون المعمول به، خفف السير الشرطة. هنايا كنشوفوا أنه رغم ذلك كاين تساهل، كيحاولوا أنهم يقولوا للمواطنين باش ديروا الكمامات. شحال من مواطن شفتو قدامي كيتكلم مع رجل الأمن كيقول ليه هنايا، طبعا هنايا القانون ما معاهش العطيفة، ولكن القانون ما معاهش العاطفة، ولكن هنا كنحاولوا أن نعرف الظروف الاستثنائية اللي كتمر منها البلاد، كيحاولوا أنهم يوعيوا الناس بأن ارتداء الكمامة هو في الصالح ديالك من الدرجة الأولى، يعني إذا درتي راك غتحمي راسك والأسرة ديالك. هنا غادي أشمن السلام عليكم أختي خبركني عاوتاني حميد كيقول السلام عليكم اختي اش اخبارك هانية. الحمد لله الاوضاع في العاصمة الاسماعيلية على ما يرام، وفي هذه الايام الاخيرة بدات كنشوفوا تراجع في عدد ديال الاصابات، نتمنوا من ربي يخفف ما نزل. فين هذا الشيء رجاء العلوي؟ حنا الان في مدينة مكناس لاله رجاء، كنا في بين مكناس ويسلان اللي هي محسوبة، هي مدينة ويسلان محسوبة على عمالة مكناس أي العاصمة الإسماعيلية. طبعا مشاهدي قناة شوف تي في، وبهاد المناسبة غادي نبغي نذكر ونوجه تحية للمرابطين، تحية للجنود الجيش، جنودنا البواسي اللي كيتواجدوا في الحدود الصحراء المغربية اللي كيتواجدوا كالبنيان المرصوص. فكنتمنوا لهم المزيد من التألق، وكنتمنوا لهم النصر، و
وكنشكرهم لانهم هما اللي حامين هذه البلاد، وهما اللي هما صاهرين على الامن والاستقرار هذا الوطن. فاحنا جميعا كنشوفوا الاوضاع كيفاش دايره في الصحراء المغربيه، خصوصا في معبر قلقرات اللي تقريبا 21 يوم او 25 يوم، البوليزاريو او عصابه البوليزاريو كيحاولوا دائما، كنا كنشوفوا في وسائل شبه اعلام ديال البوليزاريو كيفاش كانوا كيحاولوا يبينوا بلي داك المجموعه ديال العصابه المستفزه اللي كتحاول انها تستفز الجيوش ديالنا بشتى الطرق باش يخرجوا على السيطره ديالهم، ولكن كانت ثبات وكانت الرزانه وكان الصبر، فكانوا دائما كيحاولوا انهم ما يخرجوش على السيطره ديالهم. لكن كنا كنشوفوا يعني كنتابعوا من قبل كيفاش داك المرتزقه ديال البوليزاريو كانوا كيحاولوا في معبر قرقرات انهم يديروا داك الوقفات الاحتجاجيه اللي هي كيف ما قلت وقفات الاحتجاجيه المستفزه، هدفها هو انهم يخلقوا توتر يعني في الصحراء المغربيه. الحمد لله كنشوفوا انهم كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا بقاو كي بلا بلا، ولا كيفاش الجيوش ديالنا البواسل انهم غتحركوا الاخرين كيفاش خلاو صناد لهم. هنا المضحك هو اننا غادي نتكلموا نخرج من الموضوع المضحك هو انني كنتابع عن كثب الاعلام الشبه اعلام ديال المرتزقه والعصابات البوليساريو كيفاش كيفتخروا بواحد المجموعه ديال العصابات ديالهم كيسميوهم جيوش. فاليوم هو في اطار انني ضحكت اليوم شفت واحد المقطع فيديو اللي كيقول على انه هادو الجيوش ديال المرتزقه ديال البوليزاريو بواحد المدفع اللي كيف ما قال واحد الشخص، قال لي هذا المدفع شاركوا به في الحرب العالميه الاولى، والناس المغرب حاطوا غير في المتحف باش الناس يجيو يصوروه لانه مابقاش خدام، وهذاك اللي كيعتبر راسو جيش من جيوش عصابات البوليساريو بصندلات ميكو مقطعه وكيقول سوف نحرر الصحراء، من حرر غير راسو بعدا يشري صنداله. المهم في اطار الدردشه وفي اطار يعني هادشي مضحك، فحقيقه هذه فرصه اننا نقول تحيه للقوات المسلحه الملكيه، تحيه لجيوشنا البواسل اللي كيتواجدوا في الحدود المغربيه في الصحراء المغربيه من اجل الدفاع عن وحده هذا الوطن. فتحيه لهم وتحيه لكل متتبعي القناه اينما كنتم. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غنقول لكم دمتم بالف خير والى اللقاء. صراحه اختي هنايا اخر نقرا تعليق ديال حميد هيتي، قال صراحة اختي توحشنا المغرب، والله والله يرفع لينا هذا الوباء يفتح الحدود في وجه المغاربة، توحشنا المغرب والله. صحيح كاينين الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن اللي توحشوا بلادهم، حقيقة الله يرفع لنا هذا الوباء وحتى وباء المرتزقة ديال البوليساريو في حد ذاتهم راهم وباء، الله يرفعهم علينا ويحفظ بلادنا من كل شر يا رب العالمين. هنا الجمعة قالت لي كان عليك الأخت فاطمة الزهراء دوزيم حدا الأكاديمية العسكرية بمكناس باش يشوف العدو يعني العدو ديال البوليساريو أين تتكون الجيوش المغربية، يعني الجيوش المغربية الشجعان. صحيح حنايا عندنا جيوش اللي هي ذو أخلاق عالية أولا قبل كل شيء، وجيوش اللي هما كيمتلكوا الرزانة. فأنا كنت كنتابع كيف ما قلت لكم عن كثب الوقفات الاستفزاز ديال العصابات البوليساريو اللي كيحاولوا بشتى الطرق أنهم يستفزوا الجيوش ديالنا اللي كيتواجدوا في الحدود الصحراء المغربية. لكن شفنا كيفاش كانوا كيتعاملوا معهم باش ما يخرجوش على السيطرة، باش ما يبقاو يعني شادين صابرين، لأنهم هما خرجوا من
أكاديمية وقرا وكيفاش الحرب. الحرب راه ما كتكونش غاب بسلاح، وإنما الحرب كتكون حتى بالعقل. الحرب هي العقل، يعني هنا كيشوفوا كيفاش داك البوليساريو كانوا كيحاولوا أنهم يستفزوا الجيوش المغربية، وفي نفس الوقت يستفزوا حتى البعثة الأمريكية اللي كانت كتواجد تما، اللي كنا كنشوفوا كيفاش البعثة الأمريكية كانت كتدخل باش تحاول أنها ترجع العقل لذاك العصابات ديال البوليساريو، وتقول لهم بلكم ما قادينش على هادشي، حنا غادي نحاولوا أننا نهضروا بلغة التبسيط، نبسطوا الموضوع. كيحاولوا أن البعثة الأمريكية كانت كتحاول تشرح لعصابات البوليساريو أنكم راكم غالطين، وأنكم راكم كتقلبوا على الصداع وعلى المشاكل، وانتم ما قادينش عليها، انتم ما قادينش حتى على لقمة العيش ديالكم، مخير فيكم راه جايب لا فطور، فالله يعين على الشيطان. فهنا كانت عصابات البوليساريو كتخرج بشبه بلاغات اللي كتقول فيها على أن البعثة الأمريكية هي كتنحاز المملكة، الجيش ديال المملكة المغربية، لحيتاش كيف ما قلت أن الجيش ديالنا المغربي، القوات المسلحة الملكية، كانوا كيخدموا العقل، ما كانوش كيخدموا كيف ما كنقولوا الفكر الهماجي أو لا طريقة ديال العصابات. هنا يا جماعة أحبك أختي فاطمة الزهراء، شكرا الشجاعة، شكرا لك لالا جماعة، بارك الله فيك، شرف ليا انك تكوني من المتتبعين ديالنا، وتكوني كتشجعينا في التعليق ديالكم. طبعا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. وبهذه المناسبه اللي مرض الله يشافيه، واللي في طريق الله يوصلوا على خير، واللي السجن الله يطلق سراحه، واللي توفى الله يرحمه ويستقبره. الى هنا دمتم بألف خير مشاهدي قناه شوف تيفي.